إذن بعد الاستماع إلى صريحة الفنانة التونسية القديرة واللي يحبوها برشا الناس، الفن متاعها التقليدي الأصيل والأغنية التونسية والمقامات التونسية، نعود إذن سيداتي وساتي وكل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن عبر أمواج إذاعة الحياة أف أم، نعود إلى برنامجنا لمسة وفاة، ونذكر السادة المستمعين ضيفتنا هي الأستاذة الاستشفائية الجامعية دجلة العباسي الأخصائية في التصوير الطبي. أستاذة، سؤال مطروح، يعني هل خامرتك فكرة ربما تمشي للخارج تدرس في الخارج، خاطر فما موجة كبيرة 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 برشا من الأطباء المهاجرين، أنت فكرتش يوما ما باش تمشي تقري أو تقرأ في فرنسا أو في بقعة أخرى من المقاعد المدارس في باش نمشي نخدم في فرنسا ولا في بلد آخر؟ لا، معناتها أنا من حياتي كاملة ديما في نفسي نقول أنا تونس صرفت عليا وعطاتني الفرصة باش نتكون، نرجع لها شوية من جميلها. الحقيقة مستحيل نجم، يمكن نخدم هكا، عملت كلكو ستاج لبرا سي نورمال باش الواحد يقدم شوية، أما ديما عندي أنا تونس وجاتني عروض نتاع عمل، عمري ما خمرتني الفكرة باش نغادر تونس. في الدراسة ولا في العمل، لا الحقيقة تونس تقعد، هي تونس عزيزة في قلبي. ما وشو رايك في الهجره، هجره الاطباء، هجره نجم نقول اطاراتنا الطبيه الى الخارج للعمل؟ والله الموضوع هذايا بكل صدق ما نحبش عندي فيه راي، خاطر ما كل حد وظروفه، ولكن هو شكون يمشي اونتر جيميل الواحد الضحيه نتاعو باش يمشي المريض التونسي، خاطر ما نعرفش. احنا نقول بكل لوعه نقول اون فورمي دي جون، معناتها اطرناهم باش يمشيو كما نقولوا لفرنسا يخدموا يلقاهم حاضرين الكل سو ريزيرف باش يعدي ان اكزامان والكل، اللي هما تشوفوا التوانسه معناتها نوريك السنه لي ريزولتا نتاع هذوما فيريفيكاسيون دي كونيسونس، معناتها كلهم براتيكمون توانسه. الحقيقه الخاسر فيها الكل هو المريض التونسي، المستشفى التونسي نحبوا ولا نكرهوا. توا شكون باش نلقاه ثم ساعات بعض الاختصاصات ما عادش فيها كل سبيساليست بكل في مستشفيات، هو المريض التونسي ونمشي يمشي اما ما عادش عنده حل، توا ما يلقاش في المستشفى باش يمشي للبريفي. ايوا للقطاع الخاص. انا الحقيقه عمري من القطاع الخاص ما نعرفوش، عمري ما خدمت في القطاع الخاص. جو تخوف كان مانك معناتها انورم دو بوان دو سبيساليست سورتو دون سيغتان سبيساليتي في تونس، والمريض هذا هو مش يقعد يعاني. الحقيقه ما صعيب شويه من لكن الاطباء الكل كي نشوفوا مع المقارنه قوم مثلا سمو مونوبوليزي في سوسه مثلا في المسير، برشا طب من القروان الغادي موجودين في الاماكن في الشريط الساحلي نتاعنا وفي داخل الوسط يعني قلبيه القيروان سيدي بوزيد كل ما فماش قصرين ما فماش هو نقص كبير على مستوى كل مستوى الاختصاصات كلها. ثم حتى اللي يمشي بعد يمشي يقعد شويه ومن بعد يخرج بريفي وكل ما نعرفش، معناتها يفوغ فيزي تو لو سيستيم سونتي ان تونيزي. الحقيقه صعيب شويه، توا الوضع صعيب شويه صعيب شويه، اوسي بيان على اللي يدرسوا على اللي يعلموا في السبيطارات، ساعات ما تلقاش وين شكون باش يعلم، خاطر لازمنا احنا الانسان هذه مهارات لازم يكون الانسان يكسبها كما نعلموني، دونك ماذا بيا نعلم عباد اخرى. وانا نقول اللي ثم برشا عباد خرجوا الروتريت اللي كل العباد هذوك ما خرجوا مازال عندهم ما يقولوا كما يقولوا في الفسم ينجموا يعاونوا، معناتها فو تروفي اون فورمول ما لي جون كي سون بارتي على كيما سيادتك انت. والله انا معناتها انا من دو تلي فاسون انا باش يقول لي يخدم معايا نخدم، معناتها اما انا راهو كيما قلت لك انا من نحب ديما نخدم عمل تطوعي، معناتها انا شخصيا استاذه ما نمنش بالروتريت عند الطبيب، حتى انا ما نمنش بها، لكن انا كملت مواصل توا نخدم. أيوة. ووصلت ندرس ما عنديش حتى مشكل، معناتها وكل انسان توا يجيني يقول لي راه بربي جا عاوني، توا كيما احنا بكش بدنا اكتوبر شهر اكتوبر الوردي، كان اي انسان معناتها في السيكتور بيبليك ولا بريفي يقول لي بربي ها باش نعمل كومباني ديبيستاج ماموغرافيك تجي معايا، نقول له مرحبا ونجي. وزاد الشرط الوحيد عندي هو يكون كي باش يخدم الديبيساج باش يخدموا غراتويتي، سيتادير بينوفول بينوفول بلاش فلوس، معناتها ما عندي حتى مشكل. تو زاد هذا نداء اللي حاجته بيا يجي يقول لي جعاون نمشي نعاون، ما عنديش حتى مشكل، يقول لي مازلت عندي نجم نعاون المريض التونسي، نجم نعاونه مازلت قادره باش نعاونه. لكن ايضا الاستفاده بالخبرات نتاعكم توا اللي خرج مثلا اون روتريت
مش يعني انه فان دو كارير نتاعو. لا 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 الحياة ما ساغيت با او كونتخيغ تو الواحد يفيق كي يخرج هكا الغوتخيت خاطر كان يتي معناتها يخدم يخدم ما عندوش هاو سبيتار هاو كلية هاو واحد وكل هاو تيزيز يحضر فيها ويكمل في خدمة وكل واحد تو مخه ينجم ينجم يعطي مازال عنده بوسيبيليتي وثم حياة أخرى بعد السبيطار المشكل عندنا هذوما احنا الأطباء الاستشفائيين الجامعيين ما كيلكو باغ ننساو اللي ثم حياة من بعد السبيطارات ومن بعد صحيح ومن بعد الدراسة في الكلية. علاش علاش أنا قلت الخبرات والكفاءات سيادتك أنت تقول لي الكور نتاعي نقعد تقريبا 20 ولا 30 أور باش نحضر باش نحضر الكور نتاعي. مو إذا كان باش نقري الطالب لازم نعطيه آخر مستجدات. إيوا لازم نعطيه آخر حاجة ونكون أنا متمكنة منها. مش هكاك نمشي له انا كيكا ولو ما نجمش نقول كل شيء خاطر كل واحد بالنيفو نتاعو اما كي باش نقري انا معناتك الاطباء مقيمين لازم نعطيهم الماكسيموم كل حاجه انت والبيبليك نتاعك كيش تقري معناتها هذاك هو لازمك تعرف اش تقري معناتها المعلومه تعرف كيش توصلها له لازمك تستعمل التقنيات نتاع الكوميونيكاسيون تو لازمك توصلها له توصل له المعلومه باي صفه مازلنا مازلنا ما انا مازلت كي خرجت مانيش برشا دونك مازلت الحقيقه مازال في مخي كله وجي في امام باش نقري مازال خير قدام خير وبركه مازال ما شاء الله ما يدريش انا خاطر خرجت الريتريت اللي هو لا مخي مازال يخدم لاباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله اما سي فري كي جي ديكوفر كيك شوز سي كو السنوات اللي عديتها في الخدمه الكل الحقيقه حياتي كل كانت سبيطار كليه المنزل معناتها ما ظهر لي ثم برشا حوايج معناتها في العالم ولا في المجتمع اللي انا يمكن ما كنتش فايقه بها ولا ما كنتش نعرفها ولا كنت واحد وهذاك يظهر لي نقص هكا تو الواحد يوصل اموناج يقول والله الحاجه هيك ما نعرفهاش بكري جبدنا صالحه نحبها وواحد كل اما كي تقول لي هات اغنيه نتاع صالحه ولا حافظه شي حاجه نقول لك لا الوحيده حافظتها تسمع تسمع نسمع لا نسمع خاطر ممكن نبدا نحضر في حاجه ولا درس ولا اي حاجه نخدم بها العمل نحط ديما الراديو اما الكلمات ما نعرفهاش ما نعرفش كيف ما نعرفش ما نعرفش تو بديت تو نفيق شويه اللي هو بديت نتعلم شويه الاغاني التونسيه ولا التونسيه ولا معناتها نحبهم راهو نسمعهم الكل كيما جبدنا بكري قلنا ام كلثوم كلثوم معناتها تيل دراستي سورتو في الكليه كل نهار تخميس هذاك نبدا حاططها بشويه ونبدا نقرا باش تقول لي هات جمله من نتاع نقول لك لا ما نعرفش خاطر مشني مركز عليها. حاجه اخرى استاذه شنو هو شعورك بالنخوه والاعتزاز؟ انت اليوم وقت يعرضوك الطلبه نتاعك اليوم قالوا الطب هذيك احسن حاجه في حياتي كما تو جيت اليوم المقر هذايا نتاع حياه افام كان ليا معناتها ان انورم بليزير باش نشوف سي محمد ليوان مدام اكرم بلارع وشوف قبل ما نجي لهنا زيد شفت من اصدقائي ولا هما قريتهم هي مدام فاتن بحوله ما تمشيت بحذاها هذيك هي هذيك هي احسن حاجه عندي اللي كي نمشي البقعه يعرفوني. واحكي لي كيفاش مشيت لقيت سيدي يوسف وعرضك اي تكنيسيان ما زادوا من طون احنا اللي هذوما لي ميدسان ديالوغ نقريوك نتاع لي تكنيسيان سوبيريور معناتها الفنيين الساميين في التصوير الطبي. كيفاش تحكي لنا كيفاش مشيت هكا انا وين ندور نلقى واحد عيط لي مادام بك تلفت لفت نلقى هو قال لي انا راك قريتي راك الحقيقه عندي انا فخر لي وعز وذكروني بالباهي معناتها يقول لي قريتني ولا اي بقعه نمشي ما عادش نتنقل انا شويه عندي شويه ابن بطوطه ندور برشا في تونس وكل ساعات نيقف يقول لي ما قريتني ولا يقف ولا ما ساعات مره في بقعه فريمون نائيه نمشي واحد قال لي ما هو سيتي انا سان ريزيدون قرا معايا يعني قريتني قال لي قريتني خدمت معاكم نسيت انا واحد قلت يمكن هذيك فخر هذيك هي هذيك اش نربحوا راهو هذيك كما المعلم المعلم يخرج الطبيب ويخرج خرج كل شيء المعلم يخرج يقول له يا سيدي انا فلان من فلان انت قريتني كلهم رانا كلنا معلمين يعني. كل سؤال كنا ما تندرس وكل كيف كيف اختصاص مختلف الاختصاص مختلف ما هي راهو شنو المعلم رساله رساله نعم. كنا هذيك رساله احنا عندنا دوبل رساله الرساله معناتها انسانيه انسانيه وعندنا رساله نتاع العمل الاستشفائي وعندنا رساله التعليم نعم. كيف كيف هذيك هي نقعدوا ديما هذيك هي تقعد لنا احسن حاجه معناتها كما انت تو هذه برنامج لمسه وفاه انا واحد من الناس نفرح كيما تقول لي اي حد نشوف انا نانسيان ايليف ولا انسيان ريزيدان ولا واحد خدمت معاه نفرح ياسر ياسر ياسر. وما اجمل انسان ان يحافظ على هذه العلاقات الانسانيه وانت سيادتك تبارك الله ما قارب 35 سنه في مجال الطب مجال اختصاصك التصوير الطبي ماذا يكسب الانسان؟ يكسب هذه العلاقات العلاقات هذيك هي الباقي الكل كيما نقولوا الناس كل عايشين اما هذيك هي ديما تبقى
كان نظره التلميذ اللي كنتي اللي انت تقول لك ما يقول لك اللي علمني حرف هذاك هو كنا ندرسوا اللي اعطاني احنا كيك زاد كيف كيف واللي علمته حاجه معناتها احنا مزيد عندنا نقول لا تكنيسيتي كاش تعلموا تشد الويدو باكزامبل اول مره يجيك الريزيدان اول نهار باش تحط له يد يدك مع يده في السال ديكو باش تحط له توريه وتوري هذيك هي العلامه كيما علمونا لازم احنا نترونسمي السافوار وانت ماذا علمتي لابنائك هل هناك من يعني خذا مشعل نتاعك ولا حتى حد كلهم هما خياراتهم ما حبوش يعملوا وكان كارير ميديكال ما حبوش هما وانا خليتهم على راحتهم اختصاصات اخرى على خاطر عملوا اختصاصات اخرى خاطر الحقيقه راهو الطب يلزم نفس طويل 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 هي كيم برشا تضحيه خاطر والله ما عندكش فكره انا تو كي نرجع نقول قداش شديد قارد وقداش شديد مع تحس استمرار الكل ونقول الانسان كيفاش عملهم كيفاش خدمهم توا هو مع توا ساعات نقعد بثلاث ايام كنا في السبيطار الواحد ما يروحش لدارو. صحيح. راهو بالحق تضحيه. جندي بعباره جندي لا جندي جندي هذيك وظهرت معناتها قيمه الطبيب اوسي بيان طبيب الميديكال باراميديكال ظهرت وقت الكريز نتاع الكوفيد. نعم ما هو كذا. بالحقيقه هذيك بالحق الجنود مع الخط الاول. الخط الاول اكثر نعم. من الخط الاول راهو ما عندكمش فكر اللي احنا ما عادش انا نظريتي للحياه. نقولها بكل اريحيه تبدلت بعد لاكريز لا كوفيد يعني. بدلت خاطر اللي ريناه رينا العجب بالحق معناتها الواحد نفسيته ما حملتش حتى وقعد فيها برشا اثر تنشد الطب الكل يخدموا اللي ما كيتيو بروميير لين شكون جماعه الاستعجالي واحنا خاطر احنا شكون يجيبوا لنا المرضى نعملوا لهم نقيموهم في بالمفراس بالسكانير دونك هذيك الحقيقه سيتي اون شارج ايموسيونيل تري 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 فورت ومن خلالك استاذه نحيي كل اطاراتنا الطبيه والشبه الطبيه وخاصه جائحه كورونا وكانوا هما في الصف الاول في الخط الامامي ونرحموا على اللي توفى وايضا في الكوفيد برشا تكون توفى برشا طب وبرشا طبي سمعت اطار طبي وشبه طبي نعم. برشا 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 وكما قلت لك بالحق انا نظريتي في الحياه تبدلت من وقت كارثه جائحه كورونا معناتها نقول انا حطينا كانت عباد مشات عباد اخرى خاطر كلها لتو انا مش فهمتها شنو هي الجائحه اي التو بروتون معناتها اونيتي اون بروميير ليني ونقول هذا شرف لينا احنا مستشفى حشيد اول حاله في تونس تشخصت في مستشفى في حشيد. اي نعم. وتصورت عندنا احنا في سيرفيس راديو عندنا احنا من وقت ما مش فاهمين التو ما هو فات الكوفيد التو مش فاهمتها شنو هي. وقت تسمع استاذه بالنجاحات الطبيه نفرح كما ذكرت منذ قليل. ايه نفرح عندنا برشا برشا. المستشفى الجامعي فاطمه بورقيبه والنجاح استئصال ورم من دماغ فتاة عمرها 17 سنة هذا ما يزيد ويؤكد السمعة الطيبة للإطار الطبي في تونس نعم والبرة انت نعم. شوف اللي قاعدين معناتها تو في فرنسا باش قاعدين يخدموا في كان بالاطباء التوانسه نعم وهذا ظهرت معناتها بلوزيغ زيميسيون اللي هما لي ميدسان تونيزيان كسوا غينيماتور اوتر وقت الكوفيد جائحه الكوفيد لقاو التوانسه في كل بقعه معناتها صوتنا ما كيش يقولوها اون غيون لا ميدسين لا ميدسين تونيزيان لي دو فالور لا بروف كيما قلت لك يمشيو هذه لي بروف ديكيفالونس معناتها دو فيريفيكاسيون دي كونيسونس في فرنسا تشوف نعطيك هاو عندي كنت نحب نوريه لك اكثرها من التوانسه معناتها المتقدمين كلهم التوانسه لا والحمد لله العقليه تبدلت قول لي كيفاش فما ناس يقول لك ما عنديش طب نمشي لفرنسا نمشي كذا لا 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 وفما وفما يمشيوا لفرنسا يقول بون عندكم فلان وذاك ولدنا ذاك تقرا عنا علي جايين لفرنسا عندنا الكفاءة والطب نتاعنا باهي وتدريسنا باهي معناتها على سور لي كاتر فاكولتي دو ميديسين نعم هذاك الكل شرف لنا ولكن الحاجة معنا حتى مزية راهو هذيك خدمتنا نعم. وهي الكل شنو الدنيا العمل الكل تضحية راهو وكما نقول لهم انا العمل راهو عبادة اي نعم العبادة ولا والتونسي ولات عنده ثقة كبيرة في هذه حاجة باهية هي الثقة بين وبين المريض والطبيب هي تزداد اللحمه بنجاحات ويقول لك والله مشيت لفلان والله يرحم والدين والديه تلابية وبريت والحمد لله شوف فهمتني باش نقول لك حاجه انا تو كيما قلت لك نخدم في مرك في وسيط في سوسه معناتها في شيره سوسه الكل انا معناتها شفت اللي ثم الجمعه اللي فاتت ريت مريضه تستنى في ايكوغرافي نتاعها ليها من عام 2019 وكي جيت للمركز اللي نخدم فيه انا قالت في باليش قالوا لي ثم طبيب عمي كنت قلت انا ما عنديش امكانيات باش نجي نتصور غالي باش نمشي بالفلوس
معناتها واحد نجمو اوني كابابل مانو دوكو با توت لا تونيزي مي باش نوفروا خدمات معناتها راقيه للمواطن التونسي والمريض التونسي. الحمد لله. بالحق ما معنا حتى مزيره كيما نقول معناتها هذه عمل كيما قلت لك وانا عندي الخدمه نتاعنا اوسي بيان القرايه كيما نقولوا ساسيردوس القرايه عندي انا كي نقري هذيك زاد عبادي زمي نعطيه نوفر له نعطيه حقه المعلومه نتاعو اوسي بيان للمريض للطالب ما فيهاش خط احمر. والحمد عمري نقول لك واللي قريتهم الكل معناتها راني حتى كيما قلت لك بكري مدام مكرام راهي من تلامذتي معناتها قريتها وخدمت معايا الحمد لله. كيف ما ديما نحترم الطالب باش تحترمه تحترمه بالوقت والكونتوني معناتها تحترمه معناتها تجي في وقته وتعطيه اللي لازمه في الدراسه في الوقت في كل شيء واللي يحب الناس تحترمه لازم يبدا الساعه يحترم نفسه. وافق كذلك. يعني نجم نقول استاذه بعد هذا العطاء الغزير وهذا العمل الكبير اللي قمت به بالحق يقال التعليم خاصة عندما أقول التعليم الطبي في كلية الطب سوسة يعني يقارب 35 سنة بطبيعة الحال ما يجم يكون الإنسان كان راضي على ما قام به ضمير إن شاء الله متاع. إن شاء الله إن شاء الله ربي معناتها يتقبل منا وإن شاء الله ما كما قلت لك ربي يسامحني كنهار ما يكون إنسان ما إنسان ضعيف دونك يمكن معناتها واحد هذيك ما نعرفش إن شاء الله قمت بالواجب هو ذيك هي كلها واجب هي كلها هي عمل كأي إنسان باش يقوم بعمل حتى أنت تو في مكانك كيف كيف راه ذيك هو العمل إتقان في العمل عندي أنا ذيك عبادة كما قلت لك. هذا العمل بطبيعة الحال مازال متواصل باسم الأستاذة نتاعنا ومازال ما هناك عطاء غزير إن شاء الله. الأستاذة دجلة أنا حبيت نسأل حاجة أخرى هذا النجاح المتميز في كلية الطب بسوسة وعطائك الغزير لابد أيضا أن عندك عطاء غزير حتى في المنزل في البيت في الطبخ وانت سمعت انت طبيخه ممتازه والله هو ذكا كيف نقول لهم احنا دوما اللي غاديو لوكم كيما نقول لهم نسوم دي مانويل معناتها بيدينا كيف الطبخ هذا كيف معناتها الواحد يمس بيديه ويعمل نحب توسكي ترافو مانويل نحب انا حتى التريزه ماذا بيا توا عندي مشروع نحب نتعلم التريزه تاع برشا حوايج عطي مازال اكبر حاجه نحب نتعلمها توا ان شاء الله ربي يعطيني النفس كما قلت لك قعدت لي واحد ماذا بيا نهار نمشي نقيت كان يقبلوني في كليه الحقوق حقوقي لما لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي هكا نحب الوالد الله يرحمه كان يخدم لا انا نحب هكا معناتها خاطر جو تخوف معناتها القانون والحقوق كيلكو باغ سي ماتيماتيك معناتها تنجم كيلك شوز دو لوجيك دونك يمكن ان شاء الله عندي نفس باش نمشي نقيد والحمد لله وفقتي بين الكليه وبين البيت هكا ولا ان شاء الله ان شاء الله عندك شكون يعاون في البيت عندي هي ما كيما نقول انا لهنا اللي هو معناتها الحقيقه كيلكو باغ اللي كي هاو معناتها اللي سورتو المراه التونسيه اللي تعمل كارير هكا مستوى يونيفرسيتير راهو ديما او ديتريمون نتاع عائلتها نتاع ولادها نعم بالحقيقه وذري اون دي ريزون خلت ولادي على واحد منهم عمل طب اي هذه عندي ابني الصغير حب يعمل الطب من بعد بطل قال لي لا ها نعمل حاجه اخرى دابور لازم نفس طويل وبوكو ساكريفيس وشافوا اللي هما معناتها سورتو كان معناتها زوجي زاد طبيب معناتها كذا زوز طب الرهان كبير برشا للصغار وانا من خلالك نحب نوجه تحيه كبيره برشا لزوج سي علي زوجك وهو طبيب ونتمنى له بطبيعه الحال الصحه والعافيه وخاصه نحب نعرف حاجه ربما الوالد نتاع سي علي كان ايضا مدير معهد الصادقين مدرس وكان ايضا الف كتاب اقرا هذا فيه النحو والصرف ومعناتها نجم نقولوا عائله طبيه تعليميه الكليه حتى هو كان زاد زوجي كان استاذ جامعي في الطب زاد كيف في مستشفى سهلول هو كان من حشيد بعد مشى لسهلول الكل اما كيما قلت لك انا الكل معناتها التدريس هو كيما اي عمل نبيل كلهم سواء التلميذ معناتها في المدرسه الابتدائيه الثانويه الكل كلها كيف راهي حبيت نذكر الاسم جاني توا الاسم احمد بكير هكا ولا احمد عبد الوهاب احمد عبد الوهاب بكير الله يرحمه وينعم هذا كتاب مثالي احنا صغار في السيزيام كتاب اقرا لا النحو الصرف عنده برشا نحو الصرف واحد وكل هو عنده درس مشهوره كالحلاق ثرثار ايوه كانوا كتب حتى الاخر على اخر حياته كتب كتاب جو كواك سي ان 91 هو مجمع امهات الافعال قد حياته كامله مغروم باللغه العربيه
مغروم برشا برشا باللغه العربيه ومغروم برشا كان بابو نواس. ومن هو حبيت انا تو كيما قلت لك انا سيغيك تينتي كلها فرانكوفونيه، اما راني رجعت نحب نقرا تو تقرا من الجديد، نقرا من الجديد من جديد متنبي ونقرا في الجاحظ ونقرا هذوما كل عندي نحب ان شاء الله ربي يعطيني الوقت باش نقرا. مو التكوين نتاعك حاجه طبيعيه، التكوين نتاعك القراءه نتاعك بالفرنسيه بتبع اللي بالحق مجال الطب يطغى شويه، يطغى شويه ما تو معناتها كيما قلت لك هذوما الحوايج اللي كنت نفقت بها تو اللي هي نقصتني الانسان اللي نجم عندنا مخزون به برشا وعندنا برشا فوالا مخزون كلمة مخزون به هذه وعندنا برشا شعراء وعندنا برشا شاعرات برشا اديبات برشا الكل الحقيقة ان شاء الله نلقى الوقت. هي 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 الحاجة بلد الادب والشعر كما ذكرت ابو زين السعدي كما ذكرت بن قليل ايضا سي مصطفى الترودي والعديد والعديد من الادباء والشعراء سي مصطفى الوهيبي وانا ذكرت فهمتني يعني مدينة الحاجب ولدها انجبت الاطباء انجبت الشعراء انجبت الرياضيين في هذه المدينة اللي من خلالك نحب نحيي برشا برشا اهالينا في حاجب العيون هذه الارض الطيبة المعطاء وخاصة معروفين طيبة اهلها. وحبيت نرجع معاك الحاجب العيون يعني عندك يعني مغرومة بالفلاح هكا ولا أي. بابا كان مغروم بالفلاحة وانا نحب زاد التو نحب انا الصباح كل صباح كنحل نحل شبابك نشوف زي نشوف الزيتون نشوف نحب نشوف الطبيعة نجم نشوف عندي حاجتي في حياتي هامة لازم نشوف كيما نقول انا ديما الخضار ولازم نشوف البحر وتزور الحاجبة ديما نمشي للحاجبة كتاب القروان تزور ديما نمشي للحاجبة ديما نمشي فما حاجة أخرى فما حاجة أخرى زاد باش نقولها سيادة المستمعين الدكتورة دجلة كتاب القروان اش تحب تاخذ؟ الكرتاشي شنو ياخذ؟ ولا بلابلي هذيك الاكله غير واني فهمتني هما الكفتاجي ولا بلابلي الكفتاجي ولا بلابلي هذوك الاكله والخبز بالقرقبيه والخبز من القرقبيه فهمتني فهمتني اما الخبز نحن في القروان معروفه القروان بالخبز نتاعها هذيك هو بالحق راه كل لازم نروح بالكفتاجي معروفه بالخبز القمح والشعير وكل ما عندها فهمتني الحقيقه حتى هي بلاد عطاء بلاد عطاء الحمد لله وقبل رمضان زاد الزلابيا زلابيا كل حافظه درتي المخارق معمولين توا يعملوا في بالفاكهه بالله نحب الاصلي الحاجه اللي مخارق ما غير ججلان وما غير حتى نحبها كيما نتاع العاده والسنه كيف كيف ما تحبوش حلوين برشا ولا حلوين برشا؟ لا ما نحبش برشا حلو اما ما يسالش ما قلت لك انا معناتها طفولتي الكل هنا في حومه السيد معناتها ابي زمعة البلوي معناتها كانت هذيك من الاماكن اللي كنت نلعب فيها ديما ديما تلك هي القيروان تلك القيروان تلك القيروان الجميلة عندي فيها هواية الحقيقة نحبها برشا تلك هي القيروان جميلة بأهلها وطيب أهل يعرف ويطيب العيش عليها يطيب العيش فيها يطيب العيش فيها القيروان نعم يطيب العيش فيها اللي يبعد عليها يولي يحبها ياسر النقطة النوستالجي واللي يرجع ماذا به يحب يرجع كيما أنت عندك حنين للحاجب لا وعندي حنين للقيروان زاد وهو كذلك نجي نقضي برشا نحبها القيروان ما تبكش ما تغيبش على القروان ما تغيبش ديما نجي يعني حتى المسافة مش بعيدة مش بعيدة لا لا ما عندي معناتها ما يشدني لها عندي أصحابي عندي أحبابي وحتى كي نجي نعمل دورة لهنا ونرجع به حاجة أخرى حاب نسأل عليها أنت مغرومة بالموسيقى قلت تو أنت مشاركة في نادي غناء نادي غناء ممتاز جدا هي ما الحقيقة ما كل واحد يتعلم هكا الغناء في الكبر شوية صعيب شوية سكي ننسى بون ساعات نحيي الاستاذ نتاعنا هو عامل مجهود خاص انا الحقيقه يقول لي روح للدار احفظ نقول له ساعات الكلمات ما نجمش نحفظها صعيب شويه بطبيعه الانسان كل واحد صعيب اما نلقى اللي عندنا برشا حوايج في تونس باهيه برشا انا بديت نتعلم وحاجه اخرى زاده حاجه اخرى نحب نحكيها للساده المستمعين الدكتور دجله مغرومه بالرياضه هي يوميا تقوم بالرياضه المشي 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 اللي نحب التو هذيك عندي حاجه اللي كيما نقول لهم انا راحة البال وراحة البدن نحب المشي نحب ماشي يا با ميو وباش تنصح الناس بالمشي ماشي ماشي احسن حاجه اذا ما ينجمش يهرول يجري برشا يمشي بالاختيوة 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 لازم يمشي الحقيقه حاجه باهيه برشا برشا معناتها يفو مارشي احسن حاجه يذولي احسن رياضه خير ما تمشي صاله انا يذولي المشي المشي اي بقعه معناتها تختارها تمشي الواحد يبدا يمشي يمشي يرتاح نفسيته ترتاح وبدنه يرتاح فولي اخر الطبيب او الطبيبه مغرومه بالسياسه ولا شويه نتبع انا نقول ما يلزم يكون على لازم نعرف شو صاير في البلاد كي خاطر انا عايشين في المجتمع هذا لازم تعرف
اما ما عنديش الحقيقه عمري ما شاركت عمري وحده، اما نسمع نحب ونحب ناخذ حب الاطلاع. اي لا ناخذ برشا راه تشوف عايشين في المجتمع واحنا انا عنصر من المجتمع هذا دونك لازم نكون نعرف ايش صاير. صحيح وما يشغل بال التونسيين اليوم هي القضيه الفلسطينيه. الناس الكل التوانسه الكل الاطباء وكل معناتها شعور معناتها تونسي عجز. نعم عجز ونقول كيفاش معناتها الارواح هذه قاعده تمشي والغرب مش فاهمته. وليه خاصة انك القصف يقع على المستشفيات. المستشفيات وعاد الصغار وعاد الكبار وكل ايه؟ والعباد معناتها تنكر في هذا ويكذبوا واحد كل مش فاهم هذاك علاش الكليمات معناتها ماذا بيا ما نشوفش ماذا بيا خاطر المناظر معناتها ومشاهد اللي الانسان ما يتحملهاش ما يتحملهاش الا خاطر ما عرفش تحس بالعجز. سيت امبيسونس ما تنجم تعمل حتى شيء وتسمع في العباد شغل البلوتو يقول لك لا ما تفهمش. انا نقول سام دي باس وما معش لي زونجو اللي هما احنا ما نفهموهمش. ربي ان شاء الله ربي ينصرهم ينصر اخواننا الفلسطينيين ينصر القضيه الفلسطينيه. فمش حاجه ربما حبيت انت نسالك فيها وما سالتكش فيها. ربما سؤال يخاطر بهني انا وما خاطرنيش يمكن انت ربما حبيت انت نساله لك. فمش والله سي زبير ذولي لا الحقيقه الكلهم أسلم صحة معناتها أنا هي أول معناتها تجربة ليا راهو مرحبا بك مرحبا بك مش من إن شاء الله معناتها كنت هي إذاعتكم هي إن شاء الله إذاعة الحياة إذاعة الصحة الأولى في تونس يا جماعة إذاعة الصحة الأولى في تونس وإذا مش تكرم بطبيعة الحال أطبائها تكرم الناس الأطباء اللي يقدموا جليل الخدمات طوال حياتهم وذي من خلالك انت نحيي كل الدكاتره والاساتذه والاطباء وكذلك الممرضين الكل اللي الاطار الطبي والشبه الطبي معناتها ورى قدرات وقت انا قلت لك جائحه كورونا معناتها راهو وقفوا كرجل واحد. نعم بالحق راهو معناتها ساعات اون افي با لي مويان والعباد وقفت وسيرتو ما نعرفوهاش من الاول راه المشكل هي سيتي لانكوني ما نعرفوش شيء وتعاملنا معاها وان شاء الله تجوزناها. أنا كنت وما زلت سعيدا جدا باستضافتك أستاذتنا العزيزة وأنا وجهتك الدعوة لمدة طويلة برشا ما كانت عندي ظروف ما سمحتليش ماني وعدتك قلت لك نجي أبخي لو 15 جانفي ذري وفيت بوعدي وكذلك وأنا محظوظ بذلك عايشك حتى أنا زادة أول مرة عرفتكم أول معناتها المشكل حاولت معناتها باش نسمعها لإذاعة حياة فهم أما تحط ستصلك هالبرنامج برنامج بالحصة هذه ستصلك وكثفوا من الواحد راهو حتى في معناتها ست بلاتفورم يظهر لي تنجم زاده تعمل شويه توعيه. نعم. بالحق معناتها هذه التقصي برشا امراض. نعم. نجموا معناتها ثم عباد اختصاصيين يتكلموا معناتها يكلموا ب عندنا الاستاذه الاستشفائيه الجامعيه امان عيسى النجار تعمل في سبوت على على نوع من الامراض وكذا وعندنا حصه ربما انت ما سمعش عندنا حصه 5.5 الزميله نصر الدين حميده كل مره يجيب لنا طبيب يحكي على حاله من الحالات الصحيه أيه ويقدم لازم ويقدم لازم ويقدم في يعني في النصائح نتاعو. هي بطبيعه الحال اذاعه الصحه الاولى اذاعه تهتم خاصه بالمجال الصحي لازم واللي يهمنا واللي يهمنا بطبيعه الحال هو الانسان وهو المريض. المريض ان شاء الله يكون حتى حد ان شاء الله ما يكون مريض ان شاء الله يا رب العالمين. في الناس الكل نعم. لا تمرض حد انا ديما نقول لهم ثم دعوه واحد دعوه به يقول لك لا تمرضك بالحق دعوه به ما ثماش حاجه اغلى واعز من الصحه. صحيح ولا بالحق هيك هي وزاد استاذ ماذا بيه زاد المريض زاد يتبعد نصائح الطبيب نتاعو مو يفولي دوني لي مويان صحيح يتبع النصائح لازم الواحد وهو شنو الواحد لازم يبتعد شويه على كلي لي اون دي تقول كان سمعت وكل ثم زاد راهو ثم حوايج دروج تو على الانترنت اللي ساعات تلقاها غالطه صحيح وبرشا دونك الواحد لازم يتفاداها اكل يقول لك استعمل الدواء هذاك استعمل هذاك لا وتشوف كل الوغ كو ليه معناتها بالحق يبعد على ساعات لما تصير معناتها كوارثه خاطر هذيك هو تشوف تسمع دونك الانسان لازم الواحد يكثف مع هذه تو من البلاتفورم هذه من الاذاعه هذه يلزمها الواحد نصائح راهو ما يسالش معناتها هو نقول في الاعاده افاده نعم كي تعاود لهم سيرتو التقصي بعض الامراض راهو الحقيقه سيرتو احنا تو عندنا المرض نقولوا احنا الكبر من الامراض المزمنه بلوز اون بلوس في تونس الديابيت ولا ضغط الدم الكل مش باهيين صحيح الواحد بالحق راهو كي تشوف وزاد لوبيزيتي معناتها السمنه برشا في تونس ما كانتش هكا معناتها يلزم الانسان معناتها
نزيد نوعيوا الناس اكثر من اكثر من حتى ولو كل يوم صباح وعشيه وساعات نقول ما يسالش عطيك توصل المعلومه لحد ما يسالش ان شاء الله. ايضا مؤسساتنا الصحيه الطبيه زي في القيروان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ننتظروا اهالي القيروان ننتظروا في المستشفى سلمان سلمان ان شاء الله مستشفى الجامعي وكذلك المدينه الطبيه إن شاء الله. اللي في المهيري هذه ربما يعملوا نقله نوعيه كبيره كبيره برشا لولايه القيروان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون هناك كليه الطب في القيروان. علاش لا؟ علاش لا؟ ما فيش نجم راهو الطبيب كما قلت لك احنا اون فورم دي ميدسان مش لازم تخليه من نجم معناتها يمشي لبق اخرى نجم ياخذ بق اخرى علاش لا؟ يجي القيروان اي علاش لا؟ وتكون استاذه ديجا موجوده في القيروان ان شاء الله. انا كان هي تتحل علاش لا؟ كان واحد يقول لي اجا والله لا ماني قلت لك انا ما عنديش مشكل لا في الدراسه لا في العمل ما عنديش حتى مشكل. بين خليك كلمة الختام أستاذ. نشكرك سي زبير نشكر سي محمد ليوان اللي خلى لي الفرصة لهنا باش نجي مرحبا بك مرحبا بك حياة أفام ونشكركم على الاستقبال ومدام كرامة اي مدام كرامة هي تلميذتك تلميذتي واختي وبنتي اللي تحب انت مدام كرامة اللي اعطيتوني الفرصة لهنا ان شاء الله كنت عند حسن ظنك سي زبير عايش مرحبا اول ما لا تبارك الله عليك اول تجربة قد اتيت على كل انا سالتك انا فيك قلت كم السؤال ما حبيش لا والله حتى السؤال تكون شدناه انا بالعكس انا ديما الطبيب نحبه ديما على راحته تلقائية في جواب نتاعو نقول معناتها راهو جي باركور نورمال وكهو معناتها جاتني الفرصة بالحق ما حبيت نقول كهو الانسان ما نحن رانا ما شعرتش لان مجهود سي فغيك بتاتك جافيد كهو انسان عادي راني يعني معناتها كسوة في خدمتي الواحد انسان عادي جدا مرحبا حياتي عاديه جدا كانه كاي تونسي وراني تونسيه مطبقه المتوسطه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي نحمده نحن اذاعتنا اذاعه الحياه اف ام ديما دائما وابدا تفكر وتكرم اطاراتها الطبيه فضلك. ومن تونس وكذلك من القيروان كما قلت القيروان راهو عندنا اطباء راهو عندنا اساتذه نحبوا نقولوا لهم راهو القيروان تزخر كل شيء تزخر بالكفاءات راهي القيروان فيها طب في كل شيء في كل شيء في التصوير الطبي في الامراض الكل موجودين والله والله لا يمرضكم ان شاء الله وان شاء الله على كل سيداتي وسادتي تكونوا استمتعتم بهذه الحلقه مع ابنه القيروان وين الأستاذة الاستشفائية الجامعية دجلة فور. حبيت نسك محلو اسم دجلة شكون سماك دجلة ساعة؟ سميني بابا كنت عندهم أصدقاء من العراق العراق والدجلة النهر العظيم يشق العراق اسم سماك اسم دجلة دجلة وتعرف الدجلة هي الماء والماء هو الحياة الماء هو الحياة وهو الحياة على كل ربي فضلك فضلكم. ويرحم مشكل. الوالد والوالدة يا ربي يرحمهم الوالدين خاطر الوالد زاد كان لا هو اللي عطانا الفرصه باش الواحد يكمل دراسته وان شاء الله الابناء نتاعهم يلقاو الابناء نتاعك يلقاو مستقبل ان شاء الله باهي يكون في صلاح الدنيا والدين. اذا اشكر جدا اشكر ايمن ليقا على مستوى الاخراج التقني والرقمي وكذلك اشكر الاستاذ الدكتور محمد الليوان اللي ساعدنا وكذلك اكرام الاخت اكرام بلار على ساعدنا برشا برشا في انجاز هذه الحلقه مع الاستاذه الاستشفائيه دجله باسم وكذلك. اذا هكذا سيداتي وساتي تنتهي هذه الحلقه من برنامجكم الاسبوعي لمسه وفاه. كل الشكر كما قلت لكل الزملاء التقنيين والفنيين اللي يخرجوا هذه الحصة وهو الزبير العياري. يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.